Yeah, درت الراب مش عجل الباز من بكري وانا نشفى وش قال الشيخ ابن الباز الايمان كلي باز قدر يرشى ولا يقدام والفتنه اللي بين الناس اشد من القتل والقتال كنت نسمع اقوال من شكسبير الابن رشد وسمعت ديكاسات من بيتر طش للسيد كشك دا المعشت شفت وكشفت قبل سن الرشد باللي الشعب في بلادنا مش وسواس ياكي اسنان المشط هجت عادي كرحت جبت الراب وحاولت هاد الهضرات لصواريخ من نوع قراد قلت لهم عده مرات معاني مشني مطرب اني عبد مقدم عدب كتب كلمة جبهم من يترب كان عندي ديما نفس المطلب نصحت ونهيد يتكبر فكرت واصلك من ماء مهين من بهيم يبقى بهيم ولو جيب له البراهين ولو جيب له معجزات موسى عيسى وابراهيم شكون يفهمني شكون يفهمني كون مهمني انا ياشي ما يهمني خبر بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يتهمني وكون مهمني انا ايش ما يهمني خبر بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني المسرب للاسلام هو الصراط مصاري سي نورمال ما يرضى عليا للصهيوني للنصراني كل ما مشكلة تصرالي نستغفر بصورة ياسين خاطيني الفودكا والويسكي تاع بوريس يالسين راني ام سي وديما بالقيم مقيد ماني تاقي نقي وماني فاقه كي ابن القيم في العلم قليل مي قلبي روعة يقين باللي كل راح نلاقي وطريق كاتش ولا الشبعة قيل وقيل قريت الاف من الاسطر بزاف نصوص درستهم من واتسون الابن رستم اسمع مهما وين تسكن من سوسة حتى ان البسطن اللي يسهر يسكر ويسطل يتصدع كيف فتني وسطن اصبر يا انسان على الاحسان ابقى ثابت تبع شاعر الرسول الشيخ حسان ابن ثابت كل ما تشوف العباد تكالب بدو يسبوك المغرورين تفكر علي عمر عثمان كي ماتوا مغدورين شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا ياشي ما يهمني خبر بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا ياشي ما يهمني خبر بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي كلامك قدر يكون مزمار شيطان لدود ولا يكون مزمار من مزامير آلي داود يعني كل ما هو صلب مش ضروري انه حديد وكل ما هو الصوت مش ضروري له حديد هدايا وش حبيد ضد الحقرة انتفاضة رحت فلكتها في بعضها جبت جمل فايدة في الفاظها وليت لهم شي كيفارة فارة ظلم اللي نرفانا فانا جبتها كي شنفارة بالله راجت علي نيرفانا فانا فوالا فوالا وانا نحب نحكي على الاسلام بعد نتفلسف فوق لاسان باللي فريسان تاع 50 سنت فهمني يا انسان ماني امام ماني مغني اني ميلانج بين توباك جمال الدين الافغاني يعني يا الغبي انا كيف ادم التربة انا هو الاية 102 من سورة التوبة انسان حياته خلطها عمل سيء وعمل صالح عسى ربي يغفر لي خطاك غير هو اللي سامح شكون يفهمني شكون يتهمني كون مهمني انا ياشي ما يهمني خطأ بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني شكون يتهمني ياشي ما يهمني خبر بد الدنيا خير ربي فاجعة همي قولوا لي شكون يفهمني